ضحايا باص هيجة العبد لا زال عدد منهم يرقدون بمستشفى الثورة بمدينة تعز بعد الحادث الأليم ليلة العيد الذي راح ضحيته 8 شهداء وعدد من الجرحى. راح على البريك والذراع كامل نزل الهيجة. الحمد لله رب العالمين. الباب كان مفتوح اني دوع نركيله بعد قفزتنا من على الباب اول واحد من على الباب قفزتنا الا على سبب اننا شركي للباص عيالي كانوا الاثنين داخل الباص الحمد لله تعوروا معي اثنين واحد معور هنا بالجنب بالبيت واحد هذا اللي الان مصمرة في 29 رمضان مصباح العيد ويحتاج الى عمليات الحقن والعمود الفقري وعمليات الأسانن واللقف حقه وكما طريق هيجة العبد بسبب حصار الحوثيين وميليشيات الحوثي على المحافظة. لا زالت ميليشيات الحوثي تقطع الطرق منذ 8 سنوات وتمنع المواطنين من التنقل والوصول إلى قراهم بأمان مما اضطرهم لسلوك طرق التفافية وخطرة جدا على حياتهم. فمن بدايات أيام العيد هناك 31 حادثا راح ضحيته 12 ضحية وعدد من المصابين بجريمة يرتكبها الحوثيون ضد الإنسانية والمدنيين ويتسببون بقتلهم وإيذائهم دون سبب. نشتي طريق أين الدولة حقنا؟ أين الشعب ما يثورك؟ لا واحد بو سكر لا واحد بو قلب لا واحد بو ضاعد على أنا اليوم الساعة 6 الصبح صليت وخرج وتخيل أنا هنا خلي العوائل أمس بالليل هنا مراضح والله بالليل الساعة 1 هنا قسما بالله هذا كان طحس. الآن في طريق الشامر وعندنا صالون الفحير هذا الدنيا علينا خلاص ونعاني كثيرا من الطريق والناس تعابا أرهقنا ملف كل حصار على تعز فكوا علينا الطريقات فكوا علينا ايش نسوي هنا؟ قايل هنا والله هنا الزحمه هذا اليوم سلام الله عليه واصل زحمه قبل امس البارح والله دسينا من الصباح لا الساعه 12 بالليل. 8 سنوات وابناء محافظه تعز يتجرعون الويلات عبر الطرق سواء المسافرين بالاعياد او للعلاج او لزياره الاقارب او التجار والسائقين وهم ينقلون البضائع دون أن تحرك آلاف الحوادث ضميراً أو إنسانية ناهيك عن الخسائر المادية الباهظة وخسارة أرواح المرضى الذين تركوا العلاج بسبب مشقة السفر.